GFX Academy. بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم على التولز اللي موجودة عندي في البرنامج من أول فلاش سي اس 5 وسي اس 5.5 عندي. طيب هنا الجزء ده مش هتلاقيه عندك في الفلاش السي اس 5 بس، ده اتحط من الفلاش سي اس 5.5. ده البلاير اللي انت عن طريقه بتعمل بلاي باك او ريفيرس او مثلا يعني بترجع قدام او ورا، تمام. فباجي هنا ده بيوصل للاخر الاول حاجة خالص، بعدين ده بينقلك على اخر فرام خالص، ده بيبتدي يرجعك فرام باي فرام. البنت بترجع اهي، ده بيطلعك فريم باي فريم برضو، ده بيعمل لك بلاي. يعني لو جيت هنا في الاخر بعدين بلاي بتلاقي البنت اشتغلت معاك، اتحركت معاك بالشكل ده، كويس. طيب ده بالنسبة للحتة دي. تعال بقى نشوف ايه الحاجات الجميلة دي عندنا. هناخد الانيون سكين، هناخد اهم حاجة الانيون سكين. الانيون سكين ده مهم جدا جدا لما تيجي تعمل انيميشن. مهم في ايه؟ تعالى نبص بصه ب هنضغط زد وبعدين كده زوم، ماشي مسافه. تعالى نضغط على الانيون سكين ونشوف هيعمل ايه. انيون، تعالى بقى شوف هو عامل لك ايه هنا. ده عامل لك شادو للبنت في الفرامات اللي بعد كده. شوف يعني انت واقف هنا، انت على اول واحد، فممكن تمسك دي الدوائر دي وتوسع الفرامات كلها بحيث ان يوريك منظر البنت او حركة البنت ازاي وانت تبدأ تعدل. مهم جدا الحتة دي، مهمة جدا بالنسبة للانيميتور او للانيميشن عموما. ليه؟ عشان هو بيوريك الحركة، هل هي الحركة مظبوطة ولا الحركة حادة. يعني لو انت شايف، لو جينا هنا قفلت دول، هفتح دي وجيت رسمت خط مثلا، الخط الاحمر ده، كويس. تعالى وريني الانيميشن بتاعك ازاي. الانيميشن المفروض اللي هي البنت رجلها هنا اهي، وبعدين بتطلع عن الارض بطريقه قوس، تمام. ممكن انت تبص تلاقي نفسك مطلعها على الارض بطريقه يعني مش كويسه، هتبقى مثلا عامله كده ستيف كده وبعدين نازله مره واحده، تمام. نرجع تاني اهو، ممكن تروح جاي عاملها انت كده وانت مش واخد بالك، تلاقي نزلت مره واحده راحت جايه في الحته دي. لا، يبقى انت الانيميشن بتاعك ده بيظبط لك الانيميشن بتاعك بحيث انك تشوف الانيميشن ماشي عامل ازاي، كويس. طيب طبعا ده كل ده بيوريك، يعني انت لو جيت كده مثلا قلت له وريني كل ده هيوريك، مفيش عنده مشكله، بس انت طبعا هيتلخبط يعني. فالاحسن انت تحدد بالظبط انت الفريمات اللي انت عايز تمشي عليها. شايف اهو دي الحركه، طول ما انت ماشي يبتدي يوريك القبل. بص انت وصلت كده دلوقتي، موريك قبل كله، تمام. لو انت جيت ضغطت ضغطة هنا ورحت جاي دي محددة هنا مثلا، والله والله وريني دول بس، مين هيوريك الانيميشن بتاعك. تبدأ بقى انت تعمل تعديل للانيميشن بتاعك، كويس. اهو هوب، انزل تحت ورك اهو كل اللي قدام هنا، وبعدين هنا وهنا وبعدين هنا. اقول له والله نزلها شويه، لا طلعها فوق بحيث انك تتحكم في صوره الانيميشن بتاعك والرياليتي بتاعته، تمام. اهو كويس، ونفس الحكايه الايد بالظبط. ده بالنسبه للانيون سكين. طب افرض انا عندي انيميشن معقد زي كده شويه وانا متلخبط، يعني برضو عينيا فيها استجماتيزم عالي، انا ما بشوفش مثلا، خلاص يعني انا نظري ضعيف اي حاجه، والله بقول لك في الاوتلاين يبقى سكين الانيون سكين اوت لاين، بقفل ده خالص والزرار اللي جنبه انيون سكين اوت لاينز، بيعمل لك ايه؟ اضغط معايا ضغطه بتبص تلاقي ايه؟
بيعمل لك شيب بسيط جدا للرجل نفسها. ده مناسب للناس وده مناسب للناس. اوكي، فده مناسب بالنسبه انا مثلا، تمام. فبلاقي الرجل طلعت اهي، طلعت في الشيبس اللي موجوده عندي. وبعدين خد بالك انت بقى، شوف محدد له ايه، ده اتجاهك جميل. يبقى ده بيوفر عليك قوي 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 انت تعمل ريفاين للانيميشن بتاعك او للباسس بتاع او البوزيشن بتاع الشكل بتاعك عامل ازاي. تعال نقفل ده خالص. طب ده ايه ده؟ اديت مالتيبل فريمز. تعال نضغط عليه ونشوف ايه ده. ضغطه. لو انت جيت حددت كل ده اهو، حدده اهو جميل، هتبص تلاقي الشكل كله اتحدد. يعني انا عايز احدد الشكل ده دلوقتي اللي بين القوسين دول، خلاص باجي اروح معلم عليهم كده، بصيت لقيت نفسي اخترتهم كلهم. ممكن اعمل ايه؟ ممكن اعمل انت عايزه بقى، تعمل فيهم اللي انت عايزه، تنقلهم في حتة تانية على بعض. طبعا الكلام ده من غير دي هتعمل، هتبدأ تنقل فريم باي فريم. يعني خلينا اطفي دي خالص. وعايز اجي مثلا على الفريم ده وعايز انقل، والله انا عايز انقل الانيميشن بتاعي ده قدام شويه كده، ماشي. هتبص تلاقي مفاجاه عندك، ده انت عندك الفريمات كلها هتعملها نفس الحكايه بالظبط. فاولا هتاخد منك وقت كبير جدا، الحاجه التانيه مش هتطلع دقيقه، تمام. فبرجع كنترول زد واروح جاي مشغل على طول اديت مالتيبل فريمز، واروح جاي محدد له كل ده، اقول له انقله لي فوق، الجهاز بيحمل، انقل لي كل ده فوق. خد معاها الحبل، الحبل ايه، الخط ده، تمام. طب تعالى بقى كده نقفل، تعالى بص، بص تلاقي الجزء ده اترفع، الحركة كلها اترفعت فوق. يبقى ده حتة مهمة جدا 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 في داخل الانيميشن، وازاي تعمل الانيميشن بتاعك. ده الخط بتاعنا مش عايزه، تمام. طيب، طب ده ايه ده بقى؟ موديفاي ماركرز. تعال نضغط عليه ونشوف. ضغطه، هتبص تلاقي في ماركرز هنا، يقول لك الاولويز شو ماركرز. هتلاقي في الماركرز دي، عايز تحطها على طول ولا لا؟ مش عايزها مثلا، اقول انكر ماركرز، يعني دي تظهر كده. والله يعني بتستخدم، يعني احنا ما بنستخدمهاش كتير، يعني هي حاجة يعني غير مؤثرة، بس هي عبارة عن الماركرز بس، اللي انت تقدر تعلم حاجات بحيث ان انت تقدر تحدد لنفسك السبيس اللي انت شغال فيها، مش اكتر يعني. فيعني كبر دماغك من دي، ما فيهاش مشكلة خالص. اللوب، انا باجي بعمل كده بضغط لوب، بختار جزء معين واعمل له لوب، اشتغل اهو بلاي، تبتدي اشتغل لك كده. جميله جدا برضو في الانيميشن جدا، بحيث انت تعمل الانيميشن بتاعك، تبدا تجرب وتشوف الحركه بتاع ده. مش لازم تعمل تيست للفيلم كله، ما انت بتبدا توصل للحاجه اللي انت عايزها بالظبط. جميل. طيب نطفي خالص، نعمل ستوب، ارجع من الاول، تمام. يبقى ده اهم حاجه في الجزء ده. طبعا ده الفريم ريت اللي انت شغال عليه 30، ممكن تخليه 20، اقصد اسف، دي الرقم الفريم بتاعك، تمام. لو عايز تروح مثلا الرقم 50 بيوديك لرقم 50، لو عايز تروح الرقم 10 بيوديك لرقم 10 على طول. ده الفريم ريت بتاعك، ممكن تقلله كده بالدراج، وجيت ضغطت هنا هتبص تلاقي وصل لك اللي انت عايزه 30. ده بيوريك ال 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 ده كام في الثانية، يعني الفريم ريت 30، احنا عارفين الفريم ريت 30 يبقى 30 فريم بير سكند. هو بيقول لك انت كام في الثانية، بيقول لك 3 من 10 في الثانية لغاية هنا، يعني الجزء اللي ورا ده كله لغاية اول 10 فريم 3 من 10. كويس،
لو وصلت ل10 ل 30 فريم بيقول لك دي ثانية بالظبط. قل شوية يقول لك والله ده انت قلت شوية. جميل. طب انا عايز اوصل بالثانية، عايز اوصل والله انا عايز اوصل 15 ثانية، لا كتير، 3 ثواني. ضغط ضغطة اقول لك 3 ثواني عندك اهم بالظبط، دول هيتم عرضهم في 3 ثواني. جزء الجزء اللي على الاخر ده او من هنا لاول فريم بالطريقه دي. جميل. يبقى ده كان التعامل مع الجزء ده. اتمنى ان انت تكون تتقن الحته دي قوي، لان الموضوع ده فيه كلام كتير وفيه تكتيك حلو قوي وهيريحك كتير في التحريك بتاعك او الانيميشن بتاعك. شكرا. الفيديو الجاي هنشرح اخر حاجه بالنسبه للتايم لاين، خد بالك معايا واشوفك الفيديو الجاي. السلام عليكم.